إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. واخا الأحداث ديال هذه الجريمة اللي غادي نتابعوا الأطوار ديالها على لسان الأخ ديال الضحية وقعات في شهر 6 في 2022 بمدينة الجديدة، ولكن الأخ ديالو ارتقى أنه يجي لمدينة الدار البيضاء ويوصل صوته عبر قناة الشعب قناة شوف تي في. خويا شنو واقع عندكم وشنو المطالب ديالكم؟ بسم الله، السلام عليكم. انا الاخ ديال واحد السيد اللي تقتل العام اللي فات شهر 6 2022، تقتل من طرف واحد ثلاثه الاخوه. هذوك ثلاثه الاخوه فين وقعت هذه الجريمه بالضبط؟ الجريمه وقعت في دكاله في حد ولاد فرج. المهم هذوك ثلاثه الخوت تلقاو الدري خويا، وكاينين شي وحدين اخرين اللي استدرجوه في التليفون، جابوا المكان الجريمه. جابوا المكان الجريمه في التليفون وما بانوش هما، يخرجوا ثلاثه الاخوه اللي قتلوا الدري خويا. قتلوا ثلاثه الخوت، يعني اربعه استدرجوه وثلاثه الخوت اللي عنده معاهم عداوه فايش تناقش معاهم، هما اللي خرجوا قتلوا. هما اللي خرجوا قتلوا. اذا سبعه شاركوا في هذه الجريمه. سبعه شاركوا في الجريمه، كاينين وحدين اخرين اللي استدرجوه في التليفون، قالوا لي عاود نمشيو للبلاصه الفلان الفلانيه، هو غادي على اساس بانه غيتلاقى مع دوك الناس اللي عيطوا ليه في التليفون، هادو اللي استدرجوه. فاذا به كيتفاجئ بدوك الناس اللي قتلوه. هادوك الاخوه. المهم الجريمه دازت على دابا يا تقريبا عام. بدينا كنتسمتوا دابا ملي كنا كنطالبوا بهاد الناس هادو اللي استدرجوه يدخلوا تما في الملف يستدعيهم يتشدوا تما. فاذا بنا كنتفاجئوا بان الخوت اللي قتلوا كيتشدوا واحد وجوج اخرين كيخرجوا من المحكمة. من المحكمة. بشحال تحكم هذاك الواحد؟ هذاك قالوا واحد فيهم تحكم بالمؤبد. وجوج خوين تلقوهم؟ خرجوا براءة، ما فهمناش حنا البراءة كي دايرة. والجوج وكاينين الشهود، الشهود اللي مات عندهم في الدار. كيأكدوا بأنه كيضربوهم ثلاثة بالآلات اللي كانوا في يدين. شنو هي هذه الآلات اللي كانوا؟ آلات كيقولوا بالا وشاقور. وواحد حديده. يعني بثلاثه كانوا مسلعين. بثلاثه كانوا كيضربوا. بثلاثه كي وجوج خرجوا براءه وواحد خدا المؤبد. جوج خرجوا براءه، ما فهمناش البراءه ديالهم كي داير. تحكموا في المحكمه الابتدائيه ديال الجديده الابتدائيه. محكمه الاستئناف ابتدائيا. ابتدائيا. المهم حنا دابا استئنفنا كنطالبوا ب يكون واحد الحكم نزيه في الاستئناف. في الاستئناف بانه الخوت دابا هما خرجوا ودابا ولاو كيتعرضوا كيخرجوا بانه بهنا قتلنا وما وقع لنا والو، دابا حنا غتولي الفتنه، حنا غنوليو دابا غنمشيو غننتاقمو باغي نديرو، غيوليو بزاف الحوايج. هما دابا ملي قاتلين خارجين كيقول لك حنا قتلنا وما وقع لنا والو. حنا كنطالبوا دابا بالمحكمه يكون شي حكم نزيه ويدخلوا دوك اللي مستدرجين تما، يدخلوا تما في الجريمه، يدخلوا في الملف، يدخلوا اللي مستدرجين ويدخلوا هاد الجوج خوت اللي خداو البراءه. ويدخلوا هاد الجوج تما اللي قاتلين. يعني سبعه كلشي خصو يتعاقب. جريمه القتل مع سرق الاصرار والترصد. ترصدوا ليه وقتلوه، ماشي جاو. بغينا احنا عندنا الثقه كامله في العداله المغربيه بانها تاخذ لنا حقنا وبانه غتحكم بحكم نزيه. لان حتى ذاك السيد راه كان معيد لواحد الاسره ودابا قتلوه وخرجوا براءه، ما فهمناش حنا هاد الشيء. حنا كنطالبوا بالعداله في محل الاستئناف. هذا الملف هذا الاطوار ديالو كتجري في محكمه الاستئناف مدينه الجديده. مدينه الجديده. الحكم صدر مؤخرا ياك في هذا الاسبوع هذا. صدر بيوم الثلاثاء على ما علمت ياك. صدر بمؤبد بحق واحد وجوج عطاهم البراءه، واربعه ديال الاشخاص اللي استدرجوه باقيين في حاله صغيره، باقيين ما دخلوش غير ما تشدوش. اذا هذا نداء حتى للدرك الملكي، المسؤولين ديال الدرك الملكي، لان القضيه وقع في النفوذ ديال التراب ديال الدرك الملكي. في النفوذ ديال الدرك الملكي. اش من درك بالضبط؟ الدرك المثالي ديال الخميس متوح وحد الدرك الملكي. الدرك الملكي ديال الخميس متوح. الخميس متوح. وحد ولاد فرج. حد ولاد فرج. اذا كنطالبوا بانهم يجيبوا اللي استدرجوا الدري خويا ويتقدم هذاك الشيء ويتعاود الملف وتعاود النظر فيه، لان راه ما يمكنش هذا الشيء هذا دابا. ما يمكنش سبعه شاكوا في الجريمه ويتعاقب غير واحد. يتعاقب على واحد. احنا عارفين الذكاء ديال احنا عندنا الثقه في العداله المغربيه بان اي دابا هاد الخوت اللي تشدوا غادي ما غيقولوا حنا غنسبوا في واحد وجوج اخرين غادي يخرجوا يصرفوا على هذاك اللي داخل السجن. هذه راه باينه. احنا عندنا احنا عارفين الذكاء ديال العداله المغربيه بان هاد السيد ما يمكنش يتحايلوا ليه وما يمكنش يتحايلوا في هذا الملف، حتى هادشي باين، حيت كاين الشهود اللي كيقولوا كيقتلوا، حيت كاين الشهود اللي كيقولوا اللي مات عندهم في الدار. يعني مش هادشي الهضره ماشي جناها ولا قلنا، يعني كاين الشهود خاصهم يستمتعوا للشهود ويعاودوا النظر في هذا الحكم.
ونطالبوا من العداله تاخذ لنا الحق ديالنا، اللي حاجه هادشي راه غيولي فيتان وغيولي وحنا غنوليو صراعات مع الناس، اللي حاجه الدري واحد قاتل لك خوك وكيروح لك، فاش كيطالبوا اش كتسنى منه؟ اذا انت ترى غتاخذ في النفس غنوليو حنا في الصراعات معاهم. اذا مشاهدي الكرام كيف تابعتوا معنا اطوار ديال جريمه قتل هزت مدينه الجديده في شهر 6 2022. هذا الاخ كيقول بان الاخ ديالي كان ضحيه ديال جريمه قتل، شاركوا فيها 7 ديال الناس، خاصهم كلهم ينالوا الجزاء ديالهم، كلهم يتعاقبوا، ما يمكنش 7 الناس شاركوا في هذه الجريمه واحد اللي يتعاقب وياخذ السجن المؤبد، فيما الاخرين 4 باقين في حاله فرار. كنتمنى من ان الرساله توصل للدرك الملكي ديال خميس فتوح، ياك خميس متوح انهم يلقاو عليهم القبض في اخر وقت، وكذلك ديك جوج ديال الاخوان اذا كانوا بالفعل متورطين حسب الشهادات ديال الشهود انهم تا هما ينالوا الجزاء ديالو. هذه الرساله اللي بغى يوصل هذا الاخ ديال الضحيه اللي كان ضحيه جريمه قتل هزت مدينه الجديده في شهر 6 من 2022. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.